هدايا من العملاق اعطيه هدايا ويا من جيل ويا فريق من جيل من جيل اللي ما كاينش اليوم ما كاينش اليوم واش بدا الشرف راك 20 على طول الجزيئة هو مصلوح وسطوا لنا جيل الجزيئة ولكن دخلنا في فترة كيلس هي غير صعبة الاستعمال غير صالحة كما كتشوفوا عندنا سوية وهي طريق راك مكتسبة بالمستعمل بها قولي وهي طريق كانت ديال السد وحيدوا ديال البلاكة حيدوا ديال البلاكة ديال السد وديال الوفي حيدوا البلاكة ديال السد وهي طريق تبديري قريبة يلا 15 كيلومتر بغا يدور من السد 20 كيلومتر ولا 30 كيلومتر هادو الناس اللي مستعملين الطريق اللي كيجيو مع الطريق هما اللي ما قدرش انه يستعمل الطريق راه كيمر صوبينا من راه والعوض ما تكون 15 كيلومتر 12 كيلومتر كيضرب 30 كيلومتر او 30 كيلومتر باش يوصل للمنزل ديالو ولا يقطع الحاجة ديالو حنا كنطالبوا بفك العزلة على العالم القروي خصوصا على جماعتين الباركيين والفقراء 20 كيلو متر السد باش بعيدة من باشي 20 كيلو متر السد ما حيدو ديال البلاكة وديالو مالين داروها في واد نزر سد نزر فينا هو فينا البلاكة ديالي حيدينا حنا يتكاسرة ويشوف واش سيدنا خلينا نحط وانتم تشوفوا على طول الطريق كلها كلها بحق كلها من البداية إلى النهاية ديالها كلها مازال تشوف باقا قدام غير صالح للسعيد طالبوا احنا بالصلاح صلح لينا الطريق لوليداتنا تحنا وليداتنا راهم كارصين وليداتنا خرجناهم وما عندهم كيركبوا والشاط والبرد طريق تاو لينا ما بغينا ما تعمل لا 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 مسؤولين لا رئيس لا حتى حاجة حنا كنطالبوا حقوقنا ديال كل شيء دفيد تاو لينا كل شيء دفيد كل شيء دفيد حنا اخوت ما نأذي واحد ما يأذينا حد لا نغوتوا على مصلحتنا مصلحة وليداتنا واش هذه ماشي مصلحة انتخابية ضايعين هذه مصلحة صلاح الجميع صلاح الجميع ما هي مصلحة الانتخابات لا هو حزب لا هو والو هذه مصلحة عمل وطني عمل وطني السلام عليكم للجميع
هذه اوتوروت طريق سيار طريق سيار طريق سيار اللي كتمر فوق منها طريق ميس ولا طريق ديال طريق ميس الدراري ديال المدرسه كيستعملوا الدراجه الدراجه ساكنه كيشراو فارسيده كيشراو ماشين دابا هما في العربيه العام كاين اللي كيبقى 15 كيلومتر 10 كيلومتر 10 كيلومتر شوف 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 هاد الحاله شوف هادو راه مازال هادو اقرب شويه مال البعاد راه ما عندهم لا شريطات لا والو مال شوف 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 مش ثانوية في الجامعة ديال القبار مثلا مش عيدة ديال الثانوية باش يديروا الوليدات ديالهم اللي عنده كين سكون او هذا الوليد اللي الكتاب ديالو هذا راه يكون من الوليدات راه يقرا والبنات راه ما كيقراوش كيوصلوا للمستوى ديال السادس كيبقوا كيخرجوا كنخرجوا من واحد كنخرجوا البنات انا راه باش نخرج انا جيلاني كل مخرجين البنات شو هالحالة شو هالحالة فينا والبودرون فينا
عمرو لنا بالتراب احنا غرقنا. الديكوبات والتاكسيات والمستعملين الطريق كلهم ما قدروا. هذا القياس على الشيخ شيخ مر قياس اللي قدر التراب لما غير ذا سيكون عادي بيسا راح منطقة الواد ولا إلا المدير الشرق ليك هذا تراكتور جرار هذا تراكتور جرار هذا مختص بجر
الانقاذ الطوموبيلات اللي تغرق شي طوموبيل ولا شي حاجه ريجا. كلها مشيت هكا كل احواري وما لدي السينات عشير الصور بعدها معدة مرحاض معدها مدرسة فرعية الحمرية هي مجموعة مدارس أخرى حتى هي في جانب الطريق. أنت كتشوف الخطر ديال الوليدات مع هذا مع الطريق ما كاينين كاينين دابا حاليا كلشي ساد.